هويتها مجهولة وطاقمها تركي، معطيات مثيرة عن السفينة الموقوفة قبالة سواحل الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. كشفت الأبحاث الأولية التي باشرتها السلطات بعد إيقاف البحرية الملكية لسفينة مجهولة في عرض البحر قبالة سواحل الصحراء المغربية عدم توفرها على أي وثيقة ثبوتية، فيما تتوفر على شباك للصيد بالجر دون أن تعثر السلطات المراقبة على أي أثر للأسماك في عنابر السفينة، ما يفتح الباب على مصراعيه على مجموعة من الاستفسارات حول الأسباب الحقيقية لتواجد هذه السفينة في المياه المغربية قادمة من دول الجنوب. ونجحت البحرية الملكية في وضع حد لاستفزازات سفينة مجهولة بالمياه الجنوبية، وتمكنت من إيقافها بعدما تسببت في خلق الرعب في نفوس أطقم الصيد بالمصيدة الأطلسية الجنوبية بسبب السرعة الفائقة التي كانت تتحرك بها، ما شكل تضييقا حقيقيا لعدد من السفن في أعالي البحار. السفينة المجهولة والتي لم تكن تحمل أي علم يبرز هويتها، وكان على متنها طاقم تركي حسب ما توفر من معطيات، حاولت الاقتراب من السفن التي كانت موجودة بتلك الرقعة الجغرافية، ما دفع خافرتين للبحرية الملكية إلى التدخل للسيطرة على الوضع. وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن السفينة الموقوفة من طرف البحرية الملكية المغربية لا تحمل علما يظهر جنسيتها، فيما تحمل طاقما تركيا مشكلا من 4 أفراد، وهم على التوالي الربان ونائبه والميكانيكي ونائبه. ورجحت بعض المصادر فرضية أن السفينة التي لا تتوفر على أي وثيقة ثبوتية قد تكون ضحية عملية سرقة، فيما اعتبرت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بسفينة تنشط في الصيد الممنوع وغير المشروع بسواحل الدول الإفريقية، لا سيما وأن عددا كبيرا من الدول الساحلية لا زالت غير قادرة على حماية سواحلها، بل تجهل حدودها البحرية، وهي كلها فرضيات تفرعت بشأنها الآراء حتى في أوساط السلطات المختصة في انتظار ما ستحمله التحقيقات التي تم فتحها في النازلة، حسب ما أورده الموقع المتخصص بحر نيوز. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.